الخوانم بيحكوا مع الرجال وأنا خانم، وأنت بتعرف أنا شو عملت كرمال سواد عيونك. أنت بس أعمل اللي براسي. إيه والله والله لخليك تمشي على الذهب مشي. حتى لو ما بتطلعي من هون لأفهم شو في براسك. أنت بتأمر يا تاج راسي، رح فهمك. أنور أفندي، أخي عصام حكى لي عنك كتير. خلي لي ياك يا خانوم أنت وأخوك عصام. أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا عمر بيه. والله اللي صار معك بيحط العقل بالكف. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل ونعم بالله. قل لي، القروش المغشوشة رجعت تاني؟ اي والله رجعت يا عزمي بيك. عرفت مين وراها؟ لسه، بس عم ندور الا ما نلاقي. الله يسامح اللي كان السبب. الله يسامحه. قول لي اخبار الشغل ايه؟ في مشاكل؟ ما بيخلى الامر، بتعرف ضرائب وملاحقة التجار، بس انت لا تاكل هم، الامور تحت السيطرة. انت ما بتخافش عليك؟ بالاذن. تفضل. عامر، رسلان اخذ بيتي مش كده؟ مظبوط. كنا بدنا ناخد شورك بكم شغلة بدنا نعملهم بالشام. ايه تفضلي. بس بدنا نشوف شو بتعطى رخيص القصة لتروح تكلفنا كتير. انتي بس اسألي. تسلم. سمعتك عم تقول قروش مغشوشة ما قروش مغشوشة، شو القصة؟ ايه كنت عم خبر اخوك يا عصام انه في قروش مغشوشة بالشام. اذا ما بده قروش بتعطيه ذهب. هاد انور افندي قديش خدمنا؟ تفضلي، شو كان بدك تسألي؟ انا واخي عصام عم نفكر نفتح دكاكين بالشام. لشو؟ للخضرة؟ لا ايو، شو للخضرة؟ ما شو صار؟ من عيوني، شغلتنا بسيطة كتير. كتير منيح. ليه ما عم تشربوا شي لأنور أفندي؟ ليكو عم يشرب شاي. يو ما أخذت بالي، لكن أنا بالإذن شوف شو بصير معك وخبر أخي. من عيوني يا خضرة. شو قلت يا معلم حمدي؟ المخلوقة عمرها 30 سنة بس وبكر، بس رب العالمين سبحانه وتعالى بلاها بلوي، الله يعفي عنا.